بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لدينا نظام الزراعة العمودية بواسطة الأبراج الزراعية أو أبراج الزراعة المائية. طبعا هذا البرج قمنا بتشغيله ونقل الدايات له منذ بالضبط 5 أيام. الملاحظ على أن سرعة النمو ونشاط الجذور أيضا بالنسبة لنبات الخس والقرنبيط. هذا القرنبيط بالنسبة إلى أبراج الزراعة المائية تعتبر أسرع في حالة نمو النباتات، وأنا أعتبرها أيضا أكفأ لكون تهوية الجذور تكون فيه مثالية جدا، ودرجة حرارة المحلول أيضا تكون منخفضة، فيكون الوضع البيئي الخاص بنمو الجذور مثالي. إلا أنه توجد ملاحظات خاصة بالنسبة للأخوة الذين اقتنوا أبراج الزراعة المائية من كربلاء المقدسة ومحافظة واسط العزيزة، يعني إضافة السماد المركب المحلول المغذي سيكون بشكل متناوب، يعني يوم تضيف محلول مغذي بالنسبة للتركيز اللي شرحناه، ويومين لا تضيف، فقط ماء صافي، فقط ماء بدون محلول مغذي بدون سماد، لكون عملية التبخر في هذا النوع من الزراعة المائية تكون أكثر من غيره، فسوف يتركز المحلول وتصعد وترتفع نسبة الأملاح فيه بسرعة قياسا إلى الأنابيب الأفقية، وهذا أيضا يعتبر أيضا إيجابي أنه اقتصادي سوف يكون. فعند إضافة يوم واحد تضيف المحلول المغذي بالتخفيف المقرر، ويومين تالية تضيف فقط ماء صافي، ممكن استخدامه لزراعة نباتات الزينة أيضا، وقمنا بزراعتها، وأعتقد خلال هذا الأسبوع سوف أقوم بنقلها. طبعا المخصص هو للزراعة المكشوفة خارجيا، لأن الجو لا زال حارا، فقمت بإدخاله إلى داخل المحمية، وسوف أقوم بإخراجه في حال أن الأخوة الذين اقتنوا أبراج الزراعة المائية من عندنا عندما ينقلون نباتاتهم إليه سوف أقوم بإخراج هذا الأنبوب خارجا لغرض مواكبة التطورات ومراقبة الظروف الجوية في حينها ومدى تأثيرها عليه. إلا أنه مجرب وجيد جدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.